أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف اهتمام الوزارة للدخول في شراكة استراتيجية مع دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي. جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية، وذلك للاستفادة من الخبرات والتجارب المتراكمة لدى كلا البلدين الشقيقين. اتفاقية تعاون أبرمتها مملكة البحرين في مجال الأمن الغذائي مع دولة الإمارات العربية المتحدة، تتولى بنودها العمل على تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعة الغذائية ورفع نسبة الإنتاج المحلي والحفاظ على خبرة أصحاب تلك المهن ليكونوا جزءا هاما في إنجاح تلك المشاريع في كلا البلدين. الاتفاقية ضمت تبادل الخبرات في البلدين في مجال الأمن الغذائي في مجالات الزراعة السمكي والزراعة المحمية والتكنولوجيا وتوظيف التكنولوجيا لزيادة الإنتاج وتقليل الفجوة ما بين الاستيراد والإنتاج في المجالات الزراعية والحيوانية والثروة البحرية. خبرات متراكمة وتجارب متنوعة يمتلكها البلدان الشقيقان في مجال الإنتاج المحلي لتحقيق الأمن الغذائي تمهيداً لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع. هناك الكثير من التجارب والكثير من الخبرات في البلدين، وتم التطرق إلى عدد من البرامج التي يمكن تنفيذها بين البلدين وتبادل الزيارات بين الخبراء والاستفادة من تجارب بعضنا البعض. يأتي اهتمام وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني للدخول في شراكة استراتيجية مع دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي، وذلك بالاستفادة من تجربتها وتصدير تجربة البحرين في الوقت ذاته. كلمنا عن البحث والتطوير، كلمنا عن بناء القدرات، كلمنا عن البحث والتطوير، المعلومات والمشاريع أو التشريعات اللي نحن نبغى نركز عليها كشيء يعني يفيدنا نحن كدولة بس كمنطقة أيضا. هذه الاتفاقية ستبدأ برسم خطط المستقبل بما يتوافق مع تطلعات البلدين الشقيقين. يأتي توقيع هذه الاتفاقية ليؤكد على التعاون المستمر بين البلدين الشقيقين ليحقق أعلى معايير الجودة في مختلف المجالات. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.